الحاجه الوحيده اللي بغينا نوصلوا هي احنا تقهرنا بصراحه الغالب الله، والثانيه المشكله عندنا حنايا في هذه الجامعه بالضبط جامعه ولاد عيسى، وتنجيو تنديروا طلب ديالنا باش نديروا الضو للدار ولا شي حاجه، ما كاينش والو، ما كاينش اللي غادي يعطيك واحد الكلمه وغادي يوفى بها نهائيا. تيوصلك تيوصلك عاد شي واحد تيقول لك سير عند فلان او سير عند فلان، تمشي لعند الاخر تلوحك لعند الاخر تصدق راجه غير لعند المشكل نيت الغالب الله. هادشي ما دخلنا ما نكذبش عليك، صافي ما عرفناش فين نعطيو بها. طرقنا اختي الجامعه هي الاولى، نعم، ولكن الجامعه عطينا لها وراقنا باش نطالبوا الضو شي حاجه توسيع شي حاجه، لان جا الورش ديالنا ولكن ما استفدناش. الدار الوحيده ديالنا حنايا هي اللي تقيدات في الليسته الاولى، ما استفدتش لدابا. اللي قلتها ليه انايا تي عادي تيضحك عليا، فهمتي؟ تقول كيفاش رئيس الجماعه تيقول لك اودي صبر واحد شويه، صبر واحد شويه، ولكن ذاك الصبر فين؟ الله اعلم. واه راه جاي اختي مع شي 5 سنين دابا، بان انايا تنجري 5 سنين صافي صراحه بزاف. تنضو اختي دابا شاد واحد الطاقه من عند واحد السيد هو اللي باش واه اختي مساعدني الله يحفظه تي هو صراحه والغالب الله اختي. ولكن حنا تنطالبوا اختي باقرب وقت يعطونا شي حل بزاف صافي الغالب الله تساله، ماشي غير تساله راه صافي. ولكن بغينا نعرفوا هاد الراجل اللي هو ما باغيش يعطينا بالضبط، بغينا نعرفوه ويعطينا وقت ديالنا، لان احنا مواطنين من حقنا. المهم راه خاصو يدير معنا كيفاش يلاق، ما نعرفوا حتى حنايا الا ما كانش من حقنا ما يقول لك اودي شوف راه ماشي من حقك، ما عندناش مشكل. تخرجنا الضوء في 2013 جاو من الضوء ويحط لنا الضوء يعني، ودابا تعرض لهم الشيخ اولاده، الشيخ اولادو موظفين جوج، قالوا لهم الضوء هاد الدار ما تخليش يدخل هاد الضوء. عدارك؟ اي عداري، والجيران بحالنا بحالهم مضوين كاملين، كاينه قريب من شي 14 دار كلها مدخل الضوء، الى الدار ديالنا واحد الجامع حدانا تا هو، تا هو محروم، الشيخ اولادو موظفين، لا عدو شكايه، لا دافع شكايه للرئيس، ودافع بحال القايد، دافع بحال راس الدايره، ودافع بحال العامل. قال بي بان دقيناهم، بعد قلت لك عندك مشكل مع الشيخ، عندك تعرض مع عرضك ما خرجش الضوء يدخل لك. وحنا دابا تندوها بالشمع، هو الجيران بحالنا بحالهم كاع مضوين، الا حنا، الا الضوء حنا دارنا ما عرفناش علاش. هاد الضوء معرض ليه علاش، والجيران بحالنا بحالهم ويخرجوا ويشوفوا الجيران اللي بحالنا بحالهم في السكنه مضوين، وحنا معرضين تقول لهم هاك الدار، حنا خاصنا بوطه واحد، ما خرجش الضوء، ما تقول لهم هاك الدار ما تضوي. يقولوا يساعدونا بالضوء، حنا تندوها بالشمع، لا ثلاجه، لا دراع على شي قراو. وحنا محرومين من دون الدوار، وجامعه ولاد عيسى كاع مشات الدوار، علاش حنا محرومين؟ كنقدم شكايه على حساب الدوار الشريفيه، عندي واحد الدار بعيده، الدار في الفوق ما فيها الضو، وديال العزيب ما فيهاش الضو، ملي كنحضر وقت البهايم 6 شهور تنضويها بالشمع، قلت للرئيس قلت للعضوات ما كاين حتى حاجه، تيقول لك اودي سير تصلحي، انا ما صرتش باش نصلح، سير تصلحي. سيرت مارطبي وجير وكذا وعاد ندخلوك الضو، ولكن انا ما صرتش باش نصلح وبقيت بلا ضو. والمسؤولين اش غنقول لك، واه الشكايه هي اللي تنقدم، بغينا منهم طرفهم يسنيو لينا باش ندخلوا الضو، ما نبقاوش محرومين حتى حنايا. يا خوتنا المسؤولين، يا خوتنا الوزاره والعمال، احنا كنشكروكم. يا خوتنا المسلمين وخوتنا المسؤولين، كنطلبوا منكم الضو، احنا محرومين من الضو، ما عندناش الضو، عندي 81 سنة، علاش ما نضويش؟ جيراني من هكا ومن هكا شادين ضو، أنا محروم، أشنو السبب ديالي؟ شفار، خوان، جراح، خطة، مالي؟ أنا عام مسكين في وسط المواطنين. يا خوتنا المسلمين والمسؤولين على الدولة، شوفوا من حالة المساكين وحالة المحرومين، مالهم لحقوا حتى الجبال، الضو مشى حتى الجبال وحتى الغابة وحتى للدنيا، ومالي أنا؟ أنا مالي؟ علاش؟ علاش محروم من الضو؟ مالي؟ الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم
ويعاونكم ويعينكم ويحفظكم وينجيكم. الله يخليكم والله يجازيكم بخير والله يرضي عليكم. احنا كنطلبوا حقوقنا منكم، احنا كنطلبوا الحقوق ديالنا منكم. علاش محرومين من الضو؟ ها الطلب معلق وتا حاجه ما كاين. ها هو معلق في القراويه، ها هو معلق هنا، مالنا حنا؟ علاش علاش؟ والله يعاونكم ويعينكم، ردوا بالكم معنا، رحنا اخوتكم. راه كاين الموت ولا بعد منها. انا في عمري 81 سنه، واش تنضوي عب الشمع؟ واش تنقول نضوي عب الخصار؟ كاين ليله اللي كنوض عنهرق الماء ونطيح في الباب. 81 سنه، علاش؟ اشنو السبب؟ جيراني منكم منكم ضوين، وانا ما تليفون باش نعيط ونهدر. والله الا ما تنسيم تنعورت بعباد الله، عاده نديه عاده تعمروه ليا عاب الناس. وكنشكروكم الله يجازيكم بخير، تنشكروكم تنشكروكم وتنشكروا الدوله المغربيه. تهلاو في بعضياتكم، واخا تكسبوا قد البحر كامل، راه ولا بد من الموت. اخرها الوراثه، اخرها الوراثه. الله يجازي بكم. انا مدخل لي الضو حتى واحد السيد خويا بينو بينو بحال منا البوطو داك. دابا انا تجيني 21000 ريال 22000 ريال تجيني في الشهر. عندي واحد جوج وليدات فرقوا عليا، واحد بورايا واحد قدامي. دابا تستهلك من مكانه وحده، تنستهلك منها صغيره. ايه حتى الاخرين يعطيهم، كل واحد يعطيهم. ودار الخيط، انا جاي عندي الخيط، مش ما جايش عندي، جا الروم والبوطو. ويلي واحد السيد خويا بنا حدا البوطو وبنا واحد المحل تحت الخيط. وانا مشيت عند المدير ديال واتزاب، قال لي سير سيدي دار الرخصه. جبت الرخصه عطيتها لهنا، عطيتها لهنا رئيس الجامعه. دابا عطيتو ديك الرخصه ديال رئيس الجامعه، شدها عنده. ملي شانت عنده جا داك خويا دار لي تعرض. هو باني تحت الخيط، الخيط دايز من التحت ومن الفوق، جا حتى الوسط وبنى. دابا وجا دار لي شيكا هنا، دار لي تعرض. ما بجيت لعند المدير قلت له سنا، ملي جيت لعند رئيس الجامعه قلت له سنا لي الرخصه. قال لي اخوك دارك تعرض. علاش دار لي اخويا تعرض؟ اش بيني وبينك؟ انا جار من البوطو ديال الدوله، وجا المدير وطبع عليا فين دخلت فين درت المكانه، وجا تريسيان ريق ليا باش عطى للدري هذاك باش يقسموا عليا شويه. تجيني 21 22 بسط من خلص الرب الله. تنطلب انه هو محبس ليا الضوء، محبس ليا الكابلي. انا بغي نزيد كابلي اخر، وهو حبسوا ليا. المدير ما بغاش يخرج معايا، مشى هو المدير القليمي ديال الجهه ودار ليا تعرض. المدير مازال ما خرج، ما شاف حتى حاجه. وانا بزاف عليا اختي نادي، الله يجازيك بخير.